بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ هذا المجلس في صباح هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر شعبان سنة 36 و400 وألف، ونسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يتقبل. والقراءة عند أخينا حسن المحضر. تفضل يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبي إليه قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. كذلك عندي هكذا، يعني لفظة حسن الصوت ليست موجودة، لكن هي موجودة، لكنها موجودة في غير هذا الموضع في البخاري وفي غيره، موجودة هذه اللفظة فلا إشكال. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال: حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني كما قلنا، روايات، في رواية لا توجد هذه اللفظة وفي أخرى توجد، فلا إشكال. نعم. قال: وحدثني ابن أخي بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. قال: وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هيقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع لشيء، استماعه لنبي يقرأ القرآن بصوت حسن، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الصوت حسن الصورة صلى الله عليه وسلم، كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجمل الناس. ولذلك لما قيل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، كان وجهه مثل القمر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة، يعني في ليلة 14، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، خرج للناس وعليه حلة حمراء في ليلة إضحيان. قال: فنظرت إلى القمر، إلى البدر يعني، قال: فنظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلهو عندي أحسن من القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أجمل الناس وجها، وأجمل الناس صوتا صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن الصوت حسن الوجه صلى الله عليه وسلم. وحسان رضي الله عنه يقول: وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. اقرأ. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. معلش لحظة يا إخوان، الإنسان إذا أحب إنسانا أحب مجالسته، والصحابة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم، ولذلك كانوا يشتاقون إليه. وربما أحدهم جلس يبكي في بيته، فإذا سئل عن ذلك قال: يا رسول الله، إننا نشتاق إليك فنأتيك وننظر إلى وجهك صلى الله عليه وسلم، وتذكرت الجنة، تذكرت الجنة، فعلمت أنك تكون في أعلى عليين، ونحن إن دخلنا الجنة لن نكون في منزلتك ولن نراك في كل حين. فلما هذا إن دخلنا الجنة، وإن لم ندخل الجنة لن نراك أبدا. يقول: فلما تفكرت في ذلك ركبني الهم
حتى بكى وحتى بل مرض، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مع من أحب. ولما فات الناس أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعللون بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أحدهم يقول: لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. وكان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه لا يكاد يخرج من بيته إلا للصلاة، يخرج من البيت إلى المسجد، فإذا صلى جلس الناس يتحدثون في المسجد أو خارج المسجد أو في مجالسهم، وابن المبارك لا يجالسهم. إذا صلى انصرف مباشرة ودخل بيته، فقال له جيرانه وأهل حيه: قالوا أنت ما تمل دائما في البيت، اجلس معنا قليلا، اجلس في مجالسنا في مجتمعاتنا، أنت لا تخرج إلا للصلاة، تصلي تدخل البيت، تخرج تصلي ترجع البيت، ما تمل من جلوسك في البيت؟ قال: سبحان الله، وكيف يمل من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويجالس الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ فقالوا له: كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي والصحابة قد توفوا. قال: أنا أقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وأقرأ سيرته، وأقرأ سير الصحابة الكرام والتابعين، فكأني أجالسهم، كأني معهم. وأنت حين تجلس وتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي وصلتنا غضا طريا دون أن يتخللها شيء بفضل الله عز وجل. هيأ الله رجالا حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء الأئمة الكبار. تقرأ هذا الكتاب الذي هو من الكتب الصحيحة الثابتة التي أجمعت الأمة على أن كل ما في الصحيحين صحيح ثابت، حتى لو أقسم الرجل بالطلاق على أن كل ما في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يحنث. فلما تقرأ هذا الكتاب وتمر عليك هذه الأحاديث من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كأنك تسمعها من فيه مباشرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعطوا الأمر اهتماما يا أخوان، الأمر جد. نعم، اقرأ يا حسن. صلى الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وابن مغوال عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو قال الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنه. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيستمع إلى قراءته ليلا حين كان يقوم من الليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة أنه قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. قال: وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة أنه قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترجيع هو اضطراب في الصوت أثناء القراءة، اضطراب في الصوت كما وصف ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا يعني. والصحيح من أقوال أهل العلم الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجع، وأما الترجيع الذي ذكره رضي الله عنه إنما كان مصدره اضطراب ناقته صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفتح وهو على ناقته، والناقة تسير فتضطرب به، فيؤدي ذلك إلى هذا الاضطراب في صوته، يعني لم يكن ذلك
على وجه التعمد منه صلى الله عليه وسلم، وما نعلم أحدا وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالترجيع إلا في هذا الحديث، إلا في هذه الواقعة، وهو داخل مكة يقرأ سورة الفتح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كل يوم أمام الناس في الصلوات وفي غير الصلوات، كلما نزلت الآيات جلس يعلم الناس ويقرئهم، فكان يقرأ في مسجده أمام الناس في الصلاة وفي غير الصلاة. ولا نعلم أحدا من الصحابة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في قراءته، إلا ما كان من وصف قراءته وهو يدخل مكة وهو على ناقته ويقرأ سورة الفتح صلى الله عليه وسلم. ولذلك عامة الشراح على أن الترجيع حصل منه صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعمد، إنما على وجه الاضطرار بسبب سير الناقة وهو عليها، وإلا هو كان يقرأ كل يوم في المغرب وفي العشاء وفي الفجر على أقل تقدير في الصلوات المفروضة، الصلوات الجهرية. ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه كان يرجع في قراءته لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. ولذلك يعني التطريب الحاصل عند كثير من القراء في زمننا هذا بالذات، ويتعللون بهذا الحديث، لا حجة لهم في ذلك، إنما هذا من التطريب الذي نهى عنه السلف سواء كان في القرآن أو في الأذان. ولذلك في الموطأ يقول مالك رحمة الله عليه بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه قال للمؤذن: أذن لنا أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني لا تطرب، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، لا تؤذن لنا. يعني فالأذان يكون بصوت جميل، صوت جميل وأداء حسن، دون مبالغة ودون تكلف، دون تكلف. قراءة القرآن كذلك تحسين الصوت مطلوب، والإنسان يحسن صوته، لأن أبا موسى قال: لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. لكن يكون ذلك بلا مبالغة ولا تكلف. يقرأ الإنسان على سجيته، على طبيعته، فإن كان صوته حسن فصوته حسن بلا تكلف، يقرأ الإنسان بسجيته دون أن يتكلف. أما التكلف الفاحش فهذا مذموم، لأنه يخرج القراءة مع أن كونها قراءة ويذهب رونق القراءة. يعني نرى الآن في بعض المقاطع بعض القراء أهداهم الله يقرؤون والناس تتراقص، يقوم يقفز في مكانه. رأيتم ذلك؟ نعم، القارئ يقرأ ويقرأ آيات يعني لو نزلت على الجبال لأذابتها، يقرأ سورة التكوير وفيها وصف القيامة وفيها ذكر الأهوال العظيمة والناس تقفز طربا، وهو كأنه يغني، ما يقرأ قرآن. هؤلاء مفتونة قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن بسجيته وطبيعته، فإن أعطاه الله صوتا حسنا بها ونعمة، وإلا يحسن صوته قدر المستطاع لكن لا يتكلف. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال: وحدثنا أبو يحيى بن حبيب الحارثي، وقال حدثنا خالد بن الحارث حاول، قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. في حديث خالد بن الحارث قال: على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين. الشطن هو الحبل الذي يمد للفرس فيه، وهو الطيل. الشطن هو الطيل، يعني يكون حبلا طويلا يربط للفرس، والفرس ترعى على طول هذا الحبل، يعني يترك لها مساحة معينة لترعى فيه، والطيل أو الشطن. وهذا أسيد بن حضير، المقصود بهذا الحديث هو أسيد بن حضير. قال: كان رجل، الرجل هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان جميل الصوت، فربط فرسه بشطنين بحبلين وقرأ سورة الكهف فاضطربت لنزول الملائكة، لأن الملائكة نزلت تسمع القرآن، وذلك لأنه ورد في الأثر أن الملائكة حرمت نعمة حفظ القرآن. وقلنا لكم في مجالس سابقة أن كلام الله ثقيل،
والله يقول لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكلام الله ثقيل لا يحفظ، لولا أن الله يسره لهذه الأمة فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولذلك الأمم السابقة ما كانت تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى لثقله، ولأن الله ما يسره لهم فكانوا لا يحفظون، ولذلك قالوا بأن التوراة كلام الله المنزل على نبيه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم ما حفظه أحد من بني إسرائيل إلا 4 نفر فقط مع كثرة أنبياء بني إسرائيل، فأنبياء بني إسرائيل كانوا كعلماء هذه الأمة، في كل قرية تجد نبيا في زمنهم، في كل قرية نبي، وكان لا يخلو زمان من نبي من لدن بعثة موسى صلى الله عليه وسلم إلى بعثة عيسى، لا يكاد زمان يخلو من نبي، كما أن هذه الأمة لا يكاد يخلو زمان من عالم ولا يكاد يخلو بلد من عالم في زمنهم كذلك. يعني انظروا موسى وهارون، مات هارون بقي موسى، مات موسى نبئ غلامه فتاه يوشع بن نون، وهكذا إلى زمن عيسى. يعني في زمن عيسى كان من زكريا الذي كفل مريم أم عيسى أولى، ثم كان ابنه يحيى معاصرا لعيسى صلى الله عليه وسلم. فعلى كثرة الأنبياء أنبياء بني إسرائيل ما كانوا يستطيعون، حتى أنبياؤهم ما كانوا يستطيعون حفظ التوراة، قالوا فما حفظ التوراة إلا 4 كلهم نبي، وهم موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ويوشع بن نون، وعزير، وعيسى بن مريم، فقط 4 الذين حفظوا التوراة مع كثرة أنبياء بني إسرائيل، مع كثرة أنبياء بني إسرائيل ما حفظ التوراة عن ظهر قلب إلا 4، لأن كتاب الله لا يحفظ، لكن الله يسر كتابه على هذه الأمة فيحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة والطفل والطفلة، حتى أنك تجد طفلا عمره 7 سنوات يحفظ القرآن. نعم، هذا من تيسير الله، وإلا الأصل أنه لا يحفظ، لولا أن الله قال ولقد يسرنا القرآن لما استطاع الناس حفظه، فالحمد لله الذي يسره. ولذلك قالوا بأن موسى وجد في التوراة أن الله قال إني خالق خلقا جاعل أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم يعني كتبهم، فقال اللهم اجعلها أمتي، فقال لا يا موسى تلك أمة أحمد، تلك أمة أحمد يعني أناجيلهم في صدورهم، والله يقول، والله عز وجل يقول في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك الملائكة تتنزل، قالوا بأن الملائكة ما حفظت القرآن، ولا نعلم أحدا منهم حفظ إلا رسول الله جبريل، فتتنزل لتستمع القرآن من البشر، تنزل تسمع القرآن من الناس، ولذلك تنزلت الملائكة، الله أعلم، هكذا ورد في بعض الأثار، والله أعلم هل يثبت ذلك أو لا، المهم أنها تنزل فتستمع من الناس، كما ثبت في الصحيحين أنها نزلت لتستمع إلى قراءة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، صلى الله عليكم. اقرأ. قال عن البراء رضي الله عنه وقال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فغشته سحابا فجعلت تدور وتن وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت القرآن. قال وحدثنا من مثنى ابن بشار ولفظ من مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت براء يقول قرأ رجل كهفه في الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قرأ فلان فإن السكينة تنزلت عند القرآن، أو قال تنزلت للقرآن. قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول وذكر نحوه غير أنه ما قال تنقز. قال وحدثنا حسن علي الحلواني وحجاج بن شعري وتقرب في لفظه قال حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا يزيد بن هادي ان عبد الله بن خباب حدثه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه ان اسيد بن حضير رضي الله عنه بينما وليله يقرا في مربده اذ جالت فرسوا فقرا ثم جالت اخرى فقرا ثم جالت ايضا قال اسيد فخشيت وانت طائحها فقمت اليها فاذا مثل الظله فوق راسي فيها امثال السروج عرجت في الجو حتى ما اراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير.
قال فقرأته ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأته ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. فقال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت وانتطاه. قال فرأيته مثل الظلة. ويحيى ابنه، كان ابنه نائما، يحيى ابنه كان نائما وهو يقرأ، فكلما قرأ جالت الفرس وهاجت وصارت تنقز يعني تقفز، فلما يراها تضطرب يقف يسكت فتهدأ، ثم إذا عاد يقرأ اضطربت مرة أخرى، وهكذا عدة مرات حتى خشي أن تطأ ابنه بحوافرها يعني تدوس على ابنه، وكان ابنه نائما قريبا منه يحيى، خاف على ابنه فقام ليأخذه، فنظر إلى السماء وإذا به يرى مثل الظلة فيها مصابيح وهي قد دنت منه اقتربت منه، فصار ينظر إليها وإذا بها ترتفع وترتفع وترتفع إلى السماء حتى اختفت حتى اختفت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها الملائكة، ولو استمر في قراءته لأصبح الناس يرونها. وهذه من كرامات أسيد بن حضير، وهذه من كرامات أسيد بن حضير، هذه الكرامات لا الكرامات المزعومة، هذه الكرامات لهؤلاء الأولياء الصالحين. وأولى الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوة الله الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل نظر إلى القلوب فوجد أنقاها قلبا، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الأنبياء نظر إلى القلوب، إلى قلوب الخلق كلهم، فاصطفى أنقى القلوب لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا الصحابة الكرام. فهذه كرامة لهذا الولي الصالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهي كرامة ثابتة في الصحيحين وفي غيرها رضي الله تعالى عنه عن سائر الصحب الكرام. نعم. قال حسرنا قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطاف، فرأيت مثل الظلة في أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وكلاهما عن أبي عوانة، قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا أمام حاول وحدثنا محمد الأترج. تعرفونه يا أخوان الأترج؟ تعرفونه؟ ما هو الأترج؟ التفاح؟ لا التفاح تفاح هذا ربما، لكن الأترج يعني عامتهم يقول إنه مثل البرتقالي بل أكبر مثل الليمون الكبير يقولون، وبعضهم يقول لا هو البرتقال ذاته هو البرتقال. والنبي صلى الله عليه وسلم حين وصف الأترج قال طعمها طيب وريحها طيب، ولو قيل بأن الأترج هذا الذي مثل البرتقال لكنه أكبر وهو الأصفر، الظاهر الله أعلم أن طعمه ليس حلو، طعمه ليس حلو، فكونه البرتقال كأنه أقرب لأنه طعمه حلو ورائحته حلوة. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.